قررت النيابة العامة في القضية رقم 1423 لسنة 2015 إداري قصر النيل أولاً بحبس كل من سعيد محمد رمضان الدهل وشهرته سعيد البرنس، أكرم محمد محمود عبد الحي، سعاد محمود جابر عطلة 4 أيام على ذمة التحقيق. نهار أسود، نهار أسود عليك يا سعاد. ترك بلاش صوت. ما قلتلهمش ليه يا كبير؟ أنت مجنون ولا إيه؟ أقول لهم على إيه؟ أنا بدفع دقيقتين كده بس هكلمه في حاجة. بقول لك اسمعني كويس عشان مفيش وقت. الشغل يمشي زي ما هو. إزاي يا كبير؟ مش عاوزين حد يشمت فينا. خميس شهرية أمك توصل لها في ميعادها، ما تخليهاش تيجي. الحكاية مش ناقصة إنها تقلبها لنا محزنة وعكنانة وكده يعني. من بكرة الصبح تروح لسليم دربالة تعمل له توكيل. أنا سايب راجل خميس. متخافش يا كبير، بالنسبة لبنت الصارمة اللي اسمها سعاد دي. لا ما تقلقش، بس اعمل بس اللي قلتلك عليه. عارف هذا خميس اللي حازز في نفسيتي أوي، إني مش هشوف. تعيط ولا ايه؟ بقول لك انا سايب راجل، تقوم تعيط زي النسوان. ليك راجل كده؟ هيثم بص يا حبيبي، طنط انجي جايه دلوقتي. مين طنط انجي؟ مش مهم، ابقى احكي لك بعدين، بس مش عايزك تغلط قدامها خالص بالكلام. انسى بقى كل اللي سمعته عند خميس والبرنس والناس دي. اتفقنا؟ اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ الحمد لله كله تمام. اتفضلي. ما كانش في داعي والله للتعب ده، حاجه بسيطه. هو بقى زي الفل الحمد لله. الف سلام عليك يا هيثم. شفت طنط انجي جابت لك ايه؟ تسلم ايدك. اتفضلي. ميرسي. حضرتك طنط انجي؟ ايوه. اصل بابا كل شويه قولي لي طنط انجي جايه. كل شويه؟ كل شويه ايه يا ابني؟ ما لسه قايل لك دلوقتي حالا، هي مره واحده مش كل شويه ولا حاجه. هو انت سخنت تاني؟ كان كويس قبل ما حضرتك تيجي. تشربي ايه؟ لا ولا حاجه. لا بجد ما ينفعش. لا انا همشي على طول. بس هو بقى كويس اصلا، بقى زي القرد اهو. لازم ناخده ونروح بقى. مش عايز تشربي حاجه؟ لا ميرسي. تخيل ان بعد ما رجعنا من الساحل في اليوم ده دخلت الاوضه لقيت ذهبي كله مسروق. مش معقول. اه والله. بس دي غريبه قوي. ايه الغريب؟ انا كمان اتسرقت في نفس اليوم ده. ايه ده فعلا؟ يعني اهم حاجه ان حضرتك بخير، اللي يجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا، فداكي. الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. وبعدين ممكن بلاش حضرتك دي، محسسني ان انا على المعاش. العفو. لا لا خلاص بلاش طبعا، يعني نشيل الالقاب خالص. يا ريت. ماشي. انا اللي بشكرك على ذوقك على فكره وزيارتك وكده يعني. ما تقولش كده، انا بس مش عايزه اكون مسببه اي احراج، يعني لو مامت هيثم جت او حاجه. لا لا لا، مامت هيثم مش جايه.